اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتكم التعليميه مستر مانويل. في البدايه شاكر دعمكم على القناه وكميه المشتركين اللي بيشتركوا في القناه وبرضو مستمرين مع بعض، عايزين ان شاء الله بدعمكم كده اوصل ل100,000 مشترك في القناه. بقدم محتوى تعليمي وخدمي، وكل الاخبار اللي بنزلها لازم تكون موثقه الحمد لله وبيبقى فيها مصداقية. هتكلم النهاردة عن المؤتمر اللي عمله وزير التربية والتعليم عبر الجروب محب دكتور طارق شوقي. هنشوف التفاصيل بخصوص الامتحانات الترم الثاني وكمان امتحانات أولى وثانية ثانوي. لخص في نقاط سريعة وزير التعليم: مفيش امتحانات للترم الثاني مهما كان وضع كورونا. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بالنسبة لطلاب صفوف النقل فلن تعقد لهم امتحانات في الترم الثاني هذا العام، حيث قال وزير التعليم في تصريحاته للجروب محب دكتور طارق شوقي عبر تطبيق واتساب: ستكون هناك امتحانات شهرية فقط ولا يوجد امتحانات ترم تاني، لأن في ناس طلبت من امتحانات الترم التاني، قال مهما كانت الظروف كورونا مش هيبقى في امتحانات للترم التاني مهما حصل. هنكمل التصريحات اللي حصلت. وأضاف وزير التعليم: متوسط الدرجات في هذه الامتحانات الشهرية سيكون هو درجة الترم التاني بدون أن نعقد امتحانات ترم تاني. أشار وزير التعليم إن هذا الوضع سيطبق هذا العام فقط بغض النظر عن مدى استمرار جائحة كورونا من عدم. يعني هم هيجمعوا التلات درجات، يعني مثلا 50 و50 و50، مثلا أنت جبت 130 أو مثلا 120 من 150 في التلات شهور هيكسروها على تلاتة، يبقى أنت جبت 40 من 50. ده هيبقى النظام بتاع الترم التاني. ده بالنسبة لصفوف النجل كلها من بداية من رابعة ابتدائي حتى تانية ثانوي. ونشوف بقى كلامه بخصوص امتحانات أولى وتانية ثانوي: قررت وزارة التعليم عدم السماح بعقد امتحانات الصفين الأول والثاني خارج المدرسة بأي حال من الأحوال، لأن في ناس جت إحنا عندنا كورونا وعايزين نمتحن، فالوزارة وضحت الامتحان سيعقد عقد على الحوسبة السحابية. طبعا الحوسبة السحابية اللي هو يقصد بها جهاز التابلت، وجهاز التابلت اللي هو اوف لاين اللي هو جوه المدرسه، وفي حاله اداء الامتحان من خارج المدرسه سيعتبر الطالب راسبا. ده لو حد فكر ان هو يمتحن الا بشروط معينه. تابعوا معايا الفيديو لاخر وعشان تشوفوا باقي التفاصيل اللي اتكلم عليها على الامتحان. وشددت وزاره التربيه والتعليم في خطاب رسمي ارسلته للمديريات انها في حاله الاصابه او الاشتباه بالاصابه بكورونا يقوم ولي الأمر بإخطار المدرسة بالحالة فور حدوثها، ويتم تقدير التقارير الطبية الدالة على ذلك معتمدة، لازم معتمدة من حاجتين: لمستشفى حكومي التأمين الصحي، حاجة خاصة مش هتم، إلى إدارة المدرسة لتأجيل الامتحان وأدائه في وقت لاحق يحدد من قبل الوزارة. طبعا هيحددوا له ميعاد، وقد يكون في زي الامتحان التكميلي اللي حصل السنة، يعني هو مش هيسقط، لأ هو هيعملوا له امتحان تكميلي. وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أداء الامتحان ورقيا. طبعا ده بالنسبة للطلبة اللي هيدونا الامتحان الإلكتروني، مشيرة أنه سيتم تحرير محضر إثبات حالة في حالة التعذر من أداء الامتحان الإلكتروني. ركزوا معايا في النقطة دي، في طلبة هتروح الامتحان في مشاكل في التابلت بتاعها، حصلت مشكلة جوه الامتحان، فيروح عامل محضر في المدرسة، ما يمشيش من المدرسة غير لما يحضر يعمل محضر، لازم يعمل محضر ان هو ما قدرش يؤدي الامتحان الالكتروني. واضافت وزاره التربيه والتعليم ان مدير المديريات التعليميه سيتخذون ما يلزم من قرارات لاعاده تسكين الطلاب على اللجان الامتحانيه مما يحقق افضل اداء الامتحان واكثر اجراءات احترازيه. واوضحت وزاره التربيه والتعليم انه سيلتزم المدارس بتوفير القاعات والانترنت لاداء طلابها الامتحان بداخلها وتسلم كشوف حضور الطلاب يوميا الى اداره شؤون الطلاب والامتحانات بالإدارات التعليمية فور انتهاءها. يعني يا جماعة هو بيأكد على إن المدارس هتقوم بالإجراءات الاحترازية، وإن شاء الله زي ما قلت لكم قبل كده الامتحان هيكون سهل وبسيط وبالنجاح والتفوق لجميع الطلاب والطلبات.